يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا في الدرس أن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا يرى الوقوف أمام الحجرة لا في دعاء ولا في سلام. نعم. لكن الملاحظ في هذه الأزمنة أن أكثر من يفعل ذلك من أتباع مذهب الحنفية، فما هو التوجيه في ذلك؟ نعم، هذا مخالفون لإمامهم المتأخرون. أنا قلت لكم أن المتأخرين من أتباع المذاهب اندرجت عليهم أشياء كثيرة ليست من مذاهب أئمتهم، ليست من مذاهب أئمتهم. أكثر أصحاب المذاهب أشاعرة معتزلة، مع أن الأئمة الأربعة ليسوا أشاعرة ولا معتزلة، هم أتباع لهم في الفروع ولكنهم يخالفونهم في العقيدة. نعم.